هطلع مشجع نداء. عايز اقول اهلي اكتر ناس وقفوا جنبي وشجعوني ان انا العب كوره. اول مصروف المدرسه يعني ولا عامه ربع جنيه مش فاكر، التسعينات تقريبا. اول عربيه ركبتها بجو بروح اعمل عمره العند، انما بكون مصاب بعاند في نفسه بلعب. انا مصاب باخد حقن يعني، ما عنديش فكره ان انا عادي يعني. وفي ماتشات كتيره يعني، زمالك وماتشات في افريقيا. بس بالنسبه للجمهور، ماتش الترجي اللي هو خدنا فيه بطوله من هناك من رادس عشان جبت فيه جول. ماتش كان نفسي اشارك في كاس العالم مع المنتخب، لا ميسي، لا فيسبوك، لا عربي، نبع عربي يعني، بحب اللحم، لا الصيف، لأنه بدري.